لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا من طريقة ريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ديكا بأنتيكا زي ما احنا غنينا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم وحلقة جديدة من 100 طريقة الجمال. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنقدم كل ما هو جديد في كل ما هو جديد من طرق الطب والجمال. طريقتنا النهاردة جديدة وجميلة مع ضيفة مميزة، الدكتورة مي الدياسطي أخصائي أمراض المفاصل والتغذية العلاجية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. يمكن احنا ما قلناش عن موضوعنا وهنخليه مفاجأة للمشاهدين، الاكتئاب والسمنة. اكتئاب وزياده الوزن. تمام. اكتئاب والسمنه طبعا تشمل زياده الوزن، بتشمل كل حاجه. الناس النهارده بقى الضغوط النفسيه طبعا بتاثر فيها جامد. بتلجا للاكل طبعا، ناس كتير الضغط النفسي بتلجا للاكل. بيزيد. تمام. دي طبعا مشكله نحلها ازاي؟ يمكن اسلام في يعني دايما لينك ما بين ان انا مكتئب فمتضايق فعندي ضغوط نفسيه فبحط خمي كله في الاكل. تمام. دي حاله انا بشوفها كتير جدا في عيادتي. شبه يومي انا بمر بظروف صعبه، بظروف نفسيه، شغلي متضايقه في بيتي، متضايقه مع قرايبي، متضايقه اصحابي، فباجي ابص الاقيها بتدور دايما على الحاجه اللي تشبعها. الحاجه دي عاده بتكون اكل، ومش اي نوع كمان من الاكل، يعني مش بتحط خمها في اي اكل، لازم أي تكون أكل حاجات مسكره، لازم تكون حاجات زي الشوكولاتات، زي الحلويات، زي الحاجات التقيله قوي. ليه؟ لان في يعني انا لما باكل حاجه مسكره او الحاجات اللي فيها شوكولاتات زي ما بيقولوا بتديني سعاده، زي ما بيقول لك حتى الشوكولاته بتدي سعاده عشان بتعوض شويه المخ عن هرمون بنسميه الدوبامين او هرمون واحنا السعاده. واحنا ما بنصدق طبعا. فبنلاحظ ان احنا بناكل شوكولاتات او بنشرب ميه، يعني مياه غازيه كتير او عصاير مسكره كتير، ده بيدينا شويه احساس بالسعاده. فهما بيعوضوا نقص السعاده او الراحه النفسيه اللي هما فيها بان هما بيبداوا ياكلوا حاجات مسكره كتير، يحطوا خمهم في الاكل فعلا وتشبع قوي وتملى بطنها قوي وتبدا تحس ان هي اكتفت من الاكل ده. مره واثنين وثلاثه ابص الاقيني دخلت في زياده وزن وسمنه. والعكس صحيح، انا النهارده حد زايد في الوزن، انا حد سمين او تخين، فببص في المرايه انا مش عاجبني شكلي، بنزل اشتري هدوم او دخلت صيف او شتاء انزل اشتري الموديلات اللي انا عايزها، مفيش حاجه بتدخل على مقاسي او الموديلات اللي انا عايزها مش لايقه عليا، فاجي ابص الاقيني بكتئب. بكتئب، انا شكلي وحش، انا تخينه، انا مش حلوه، انا مش اموره، فبكتئب. فببدا يعني ابص الاقي ان انا عندي بقت حاجه زي حلقه مفرغه او زي سايكل كده انا ماشيه فيها. انا مكتئب فانا باكل فبتخن زياده، فببص في المرايه فانا شكلي وحش فبكتئب اكتر، فبرجع اكل اكتر فبرجع اتخن اكتر. دايره. كل دايرة. ده طبعا غلط. دايرة. طبعا فانا النهارده بقول ازاي اخرج بره الدايره دي. لازم اعمل كت ستوب. مش يعني مش اكتئاب اكل اكتئاب اكل، لا، انا عايزه اطلع براها خالص، عايزه اشوف ايه العلاج الصح، ايه اللي يخليني اهرب من بره الدايره المفرغه اللي قاعد الف وادور فيها دي. فاول حاجه بقول انا اتشخصت ان انا عندي اكتئاب، انا النهارده عندي شره نفسي او بحط خمي في اكل بطريقه غريبه، شهيتي مفتوحه بطريقه ما كانتش كده خالص يا دكتوره، عندي اكتئاب. طيب، طبعا احنا عارفين في حاجه اسمها طب نفسي، في اطباء نفسيين، مش عيب خالص ان انا اشور حد منهم او ان انا اعمل زياره كده لدكتور نفسي في عيادته واحكي له على اللي مضايقني، احكي له انا النهارده شغلي كان كذا او نظامي كذا او حياتي او ظروفي الاقتصاديه او عندي مشاكل مع اولادي، عندي مشاكل مع قرايبي، احكي الكلام نفسه. انا لما هقعد احكي ده نص همي هيروح، حتى ان هو يخفف نص من همي هيروح. النفسيه يعني الجلسه النفسيه مجرد ان انا بحكي نص همي هيروح، والنص الثاني بالعلاج. انا النهارده الطب النفسي والعلاج النفسي اتطور جدا جدا، يعني في مضادات اكتئاب، في ادويه كتير، بس الناس بتخاف تقول انا اروح اخد دواء اكتئاب ده انا هبقى مدمن عليه، هو انا مجنون؟ لا، النهارده الطب النفسي اتطور جدا، واعتقد ان احنا اللي مش طبيعي هو اللي ما راحش لسه لدكتور نفسي، يعني مش اللي طبيعي، لا العكس، طبيب النفسي النهارده لازم امري طبيعي دلوقتي وعادي ان انا اروح للدكتور النفسي. انا عندي اضطرابات نوم، انا عندي اضطرابات ارق، انا عندي اضطرابات شهيه، كل دي اعراض لاكتئاب احادي القطب او ثنائي القطب، فلازم انا بروح للمختص اللي هو الطبيب النفسي بتاعي وابدا احكي له الحكايه واخد الدواء. النهارده ادويه الاكتئاب بنقول انها اتطورت جدا، يمكن زمان كان مفهومنا عن ادويه الاكتئاب انها بتطخن، ودي فعلا حاجه حقيقه، ان ادويه الاكتئاب والانواع القديمه منها كان اللي بياخدها رفيع لاي سبب من اسباب الاكتئاب بيتخن عليها،
يعني بيقعد يتعالج منها كام سنه ابو سليم يدخن عليها. ليه يا دكتور؟ كان بيبقى مثلا فيها فتح من الشهيه، من اعراضها مثلاً الجانبيه فعلا، فتح الشهيه، اعراض وهكذا. حتى ادويه الاعصاب العاديه، انا النهارده ما بيجي لي حد مثلا مريض سكر او حد عنده عرق نسا او عنده التهاب في اعصاب الذراعين او بندي له حاجات زي نيرف تونكس او حاجات تونكس للاعصاب، الحاجات دي برده من اعراضها الجانبيه انها بتاكل. فمعروف ان ادويه النفسيه والعصبيه معظمها بياكل، بس الكلام ده كان قديم. النهارده طلع حاجات كتير، ادويه اكتئاب بتظبط المود، حتى بنسميها مود اليفيتور، حاجه بترفع المود. ما تاخدهاش حتى من ناحيه اكتئاب وانا مكتئب، لا خدها من ناحيه حاجه ممكن اخدها ابدا بيها يومي، قرص بسيط جدا انا باخده الصبح ابدا بيه يومي، يظبط كده المود بتاعي، يخليني نفسيا مرتاح، اقدر اتقبل حياتي، اتقبل شغلي، وانا سايق يبقى اعصابي هاديه، وانا بتعامل مع زمايلي في شغلي، وانا بتعامل مع اولادي في البيت، بتعامل مع حماتي، مع قرايبي، انا ببقى اهدى والمود عالي. فالمود اليفيتور او الحاجات اللي بتظبط المود دي احنا بناخدها الصبح، بتظبط لي الحاله النفسيه وبتهديني تماما، بنش على اتفه حاجه عصب وعصابي تتشد فببدا اكل. يبقى النقطه الاولى في العلاج ان انا لازم اروح استشير طبيب نفسي، النفسي بيديني حاجه تظبط المود، يبقى انا حليت المشكله الاساسيه اللي خلتني من اعراضها ان انا اكل. بعد كده بتابع مع دكتور تغذيه علاجيه مثلا زيي، فبنبدا احنا الاثنين بالتنسيق ما بيني وما بين الطبيب النفسي، هو الدكتور شخص وحضرتك احنا الاثنين مع بعض. انا ابدا بقى ادي له نظام غذائي كويس نمشي فيه مع بعض، بحيث ان انا اظبط اللي حصل، في نفس الوقت اديها نظام اكل ما يخليهاش تكتئب زياده، لان معظم ادويه يعني النهارده بشوف انظمه اكل تجيب الاكتئاب للي ما عندوش، وخصوصا الكيميائي. النهارده انا عايزك 3 ايام تعيشي على الزبادي والخس، انا عايزك 3 ايام تاكلي سمك وميه، انا عايزك 3 ايام تشربي شوربه، حاجات تجيب اكتئاب للي ما عندوش اكتئاب. ففي انظمه اكل غلط غلط. يمكن انا قلت في الحلقه اللي فاتت نفس القصه، ان انا بدخل على الفيس او على اي مدونه او على اي حاجه على النت، وابدا اشوف النظام بينزلني 20 كيلو في الشهر، ده نظام هينزلك 7 كيلو في الاسبوع، كل ده كلام فاضي. بيعتمد على حاجات زي الكيميائي اللي هو الصنف الواحد اللي هو برفع الحرق جدا، بيخسسني حاجات كميات كبيره في اول الدايت، ابص الاقي نزلت بخس فعلا معاه، بس اجي ابص الاقي بعد كده كنت محروم. تمام. انا بقالي شهر شهرين ثلاثه عايش على حاجه صنف واحد او صنفين، محروم من نعم ربنا، من الاكل الطبيعي، من الاكل الطبيعي اللي كل الناس بتاكله. فبعد ما بخس بدخل بقى في حاجه اللي هي الاكتئاب بقى. ده اللي انا جاي اقوله النهارده، ان احنا عندنا اكتئاب بيؤدي الاكل، ودايت بيؤدي الاكتئاب. بشوف ناس كتير بعد ما خست قوي تدخل في حاجه اسمها شره نفسي، اللي هو خلاص انا خسيت انا بقيت رفيع اكل بقى، بس مش بياكل زي الناس الطبيعيه، بيتفجع بالمعنى كده، بيتفجع اللي يعني هي بنسميها الشره بقى، الشره النفسي، بيطلع الضغوط كلها في الاكل. انا محروم على الاكل اللي بياكله ده، انا محروم بقى لي 3 4 شهور وخسيت ال 20 30 كيلو اللي انا عايزهم، فمتخيل ان هو ما عادش هيرجع تاني، ان هو ياكل بقى زي ما ياكل فما عادش هيرجع تاني، ومش ياكل زي ما ياكل، ده بياكل بكميات، لان هو اتعرض لحرمان، واي حرمان لكل فعل رد فعل. انا اتحرمت فترات طويله فلازم هدخل في شره بنفس المقدار، فبلاقيني باكل كميات رهيبه من اكل انا مش عايزه، انا باكل وانا مش جعان، انا باكل وخلاص، انا فعلا مش عايز اكل بس باكل وخلاص، لان هو اتحرم فترات طويله. فده اللي انا بقوله، انا لازم برضو براعي وانا بديك نظام غذائي عشان تخس، لازم النظام الغذائي ده يكون متوازن، يكون فيه جميع العناصر، يكون فيه كل حاجه. انا نفسي بحب الشوكولاته وماله ناكل شوكولاته، بس اكيد في طرق اكل بتخلي المود يبقى حلو، مثلا تبعدني عن الاكتئاب، انك تاكل كل حاجه، اكل كل حاجه، الدايت تاكل كل حاجه بس بكميات معقوله، اكل كل حاجه دكتور بس مش بكميات معقوله. يعني في فرق ان انا مثلا نفسي جت على الشوكولاته فتحت باكل شوكولاته اخدت منه حته اكلتها، او ان انا اكل الباكل اخره، او ان انا افتح علبه واقعد اكل واحده واثنين وثلاثه. في فرق ان انا مثلا انا بحب اللب او المكسرات اخدت حبه وقعدت اكلتهم. في ناس ما بتعملش كده، في ناس بتحط قدامها اللب والفول والمكسرات والبتاع وتحط الشاي وتفضل تاكل. الكتاب ما بيخلينيش اسيطر على نفسي طبعا فعلا. فانا النظام الغذائي اللي بديهولك بيبقى فيه كل حاجه. بسمع من الاول انت بتحب ايه؟ في واحده تقول لي يا دكتور انا مدمنه مثلا مشروبات غازيه، انا مدمنه شوكولاته، انا مدمنه مخبوزات، انا مدمنه مسليات. كلمه مدمنه دي الحاجه اللي انا لو خدتها منها هدخلها في اكتئاب. فلازم اراعي في النظام الغذائي بتاعي ان انا ادخلها الحاجه دي فيه، لان هي تقعد معايا شهر واثنين وثلاثه، احنا عاملين دايت، عاملين نظام غذائي، هنقعد مع بعض 4 5 شهور، ما ينفعش الحاجه اللي انت بتحبها قوي دي احوشها منك،
والا انا كده يعني بتديها له بس بطرق معينه مثلا او بنظام غذائي غذائي مثلا يعني انت النهارده محتاج نظام 2000 سعر او 2500 او 1700 حسب الحرق. شوف انا مثلا واحد وظيفتي مكتبيه، انا ست بيت ما بخرجش، انا حد مهندس في موقع بتحرك كتير، كل حد فينا ليه يعني نظام غذائي مناسب لطبيعه شغله وحرقه. ما انا ما ينفعش ابقى واحد بخرج من الصبح برجع بالليل وطول النهار بلف الف واقول له هعمل دايت على 1000 خضار، ما ينفعش. في نفس ما ينفعش واحده في البيت ما بتحرقش وما بتخرجش اقول لها هعمل لك دايت على 2500 سعر، لا. فكل واحد حسب شغلته، انا ببدا اشوف حرقه معدل حرقه قد ايه، ببدا اديله الدايت المناسب ليه وهكذا. فانا النهارده نظام سعرات يعني موجب وسالب. انت محتاج النهارده ال 2000 سعر دول، انا هدخل لك منهم الشوكولاته، في 500 سعر او 700 هدخل لك منهم شوكولاته. انا ما اقدرش امنعها مره واحده، لكن ما امنعهاش خالص، ما اقدرش امنعها عشان ما ادخلكش في الاكتئاب او في الحرمان او في الشره وهكذا. يبقى انا بقول انا اوريدي عندي اكتئاب وتشخصت ان عندي اكتئاب، ومتهيألي هم بيبقوا عارفين من قبل ما يجوني ان هم عندهم اكتئاب، واول ما بتبدا تتكلم الاقيها عينيها بتدمع والاقيها مخنوقه والاقيها تعبانه وهي عارفه، وتلاقيه منزل صورته مثلا على الفيس قاعد وحاطط 4 قطع جاتوه متصور جنبهم. شوفتي يعني، شوف انا تخين، انا مكتئب، ايوه انا هاكل، ايوه انا باكل، ايوه انا كده، ايوه انا عاجب نفسي. فبيخشوا مع يعني بيصعبوا عليا بجد، اللي هو بيبقى عارف ان هو غلط بس بيقاوح ويبدا يقول انا، وتلاقيه بيبدا بقى يتكلم قد ايه الكرش ده حاجه جميله جدا، وقد ايه التخن ده عاجبني، وقد ايه انا متصالح مع نفسي. هم من جواهم بيبقوا متالمين نفسيا جدا، بس بيحاول يثبت لنفسه ويثبت للناس ان هو سعيد وراضي. لا، ده بيبقى اكتئاب، بيبقى اكتئاب وصل لدرجه ان هو مش عارف، ضعيف، مش قادر ان هو يسيطر، ومش قادر ان هو يحل المشكله فتعايش معاها. لا، انا بقول له ان احنا لازم انا وطبيب نفسي احنا الاثنين نكون مشرفين عليك، بتروح للدكتور بيبدا يكتب لك حاجه تظبط المود ونحل بيها المشكله الاساسيه اللي عندي، وفي نفس الوقت تيجي لطبيب التغذيه العلاجيه نيوتريشنست بيبدا يكتب لك النظام الغذائي، وبشوف بسمع منك انت بتحب ايه وعايز ايه وبتحب نظامك يمشي ازاي، واعمل لك باترون على حياتك. ما انا مش كل واحد بديله ورقه واقول له امشي وخد الورقه دي ونفذها، لا، انا لازم اشوف كل واحد بيحب ايه وما بيحبش ايه واكتب له الورقه دي قبل ما يمشي من عندي يمشي عليها. بس انا اسف يا دكتوره، مش كل الناس طبعا، مش كل مريض عنده اكتئاب او وزنه زاد هيروح لدكتور. امال يروح لمين؟ هو رأي يعني، انت حضرتك انت عارفه ان السياسه دي قليله شويه عندنا، هو عايز يتبع خلاص، مش فارق معاه ان هو راح لدكتور او وزنه زاد، فعايز يتبع نظام غذائي مثلا اللي يمشي عليه. لازم الدكتور اللي يساعده. خلاص هو وزنه زاد، اعرفه انت النهارده وصلت لده ليه، انت غلط، انت عندك اكتئاب، انت اللي انت فيه ده انت مش اخد بالك ان انت بدات تدخل في اعراض اكتئاب حاده. انت بتاكل على فكره، في انواع اكتئاب بتقفل الشهيه جدا جدا، وتلاقيه مش بياكل ومعده عصبيه وكل ما بناكله بيقوم يتعب ويرجع وكده، ده نوع تاني من الاكتئاب. بس انا بتكلم النهارده عن الناس اللي بتكتئب فبتاكل، او الناس اللي اوريدي تخينه في الوزن فمكتئبه عشان انا وحشه، انا شكلي وحش، انا بقيت 100 كيلو فتاكل، بقيت 110 انا وحشه، إيه انا ببص في المرايه انا وحشه فببدا اكل انا وحشه. انا دايما اقول لها قلت هنا يبقى في ستوب بقى خلاص. ايوه، انت هتفضلي تشوفي نفسك وحشه، انت شايفه نفسك وحشه في المية في المية وعشرة في المية وعشرين في المية وتلاتين، انت ماشيه في سكه ما فيهاش رجوع، انت خلاص شايفه نفسك في كل الاوقات فخلاص بتدمر في جسمها. فدي لازم الحقها، لازم اشدها والحقها قبل ما تبوظ الدنيا اكتر. تمام. العلاج زي ما انا قلت، العلاج النفسي ده مهم جدا، دكتور موثوق فيه وان انا بروح له بحكي له حكايتي. تاني حاجه العلاج الغذائي اللي انا مسؤوله فيه. تالت حاجه بقى الرياضه. دايما بنقول الاكسرسايز، الرياضه، حتى لو انا مش عايز العب رياضه وما بحبش الجيم، اخرج امشي، امشي اتمشى مكان مفتوح وامشي، اعمل لي كل يوم ساعه امشي في مكان فيه خضره، في مكان فيه جناين، في مكان مفتوح. المشي بيخلص ضغوط نفسيه كتير وبيريح. المشي طبعا غير ان هو بيساعد في التخسيس ورفع الحرق وبيزود الفتنس واللياقه للعضلات وعضله القلب، بيظبط المود. إيه لما تعرف الكتب الاجنبي كتير يقول لك مثلا الرياضه زي اليوجا، بس هي يمكن مش متعرف عليها في مصر. اليوجا والسلام النفسي وان انا اقعد اصفي ذهني وان انا اقعد اعمل حركات ثابته جدا طبعاً جدا جداً. يعني النهارده الغرب وامريكا واوروبا بيتجهوا لليوجا بطريقه يعني جامده جدا، اكتشفوا ان اليوجا دي على قد ما فيها هدوء بتريح المخ، بتفصل الدماغ تماما، بتخليك في سلام نفسي مع نفسك، فبتبدا تاخد قرارات صح، ان انا لا هسيطر على شهيتي، انا هاكل ايه صح، انا هعمل ايه دايت صح
وهكذا. طب الدكتور النهارده بقى بينصح باليوجا دي؟ يعني الدكتور النهارده بيشخص وبيعالج؟ احنا في مصر ما نعرفش اليوجا. هل بينصح باليوجا دي؟ لا احنا في مصر كمجتمع ما انتشرتش اليوجا خالص، ما مشتش عندنا في مصر تماما. يعني حتى اللي بيعملها يقعد فتره ساكت كده تلاقي الناس رايحه جايه تضحك فيه او تكلمه. لا اليوجا مش ما انتشرتش في مصر، بس في حاجات تانية في مصر. النهارده مثلا عايزه اقول لك الرقص. النهارده تلاقي كل الجيمات الكبيره تعمل لك حاجه يقول لك كلاس زومبا مثلا، ده للرجاله وللستات. النهارده كلاس الزومبا ده انتشر في مصر جدا جدا، رقص ايقاعي يعمل لك ميوزك ويبدا يقول لك حركات ايقاعيه زي الفيتنس او زي الايروبيك بالظبط، بس هنعملها مع الموسيقى. فتلاقي المدربه او المدرب بيعمل حركات ترفيهيه حلوه جدا، وبتلاقي وراه الولد او البنت بيعملوا نفس الحركات. انا بحس ان هي فعلا بتخرج، فعلا بتخرج الاسترس وبتخرج المخزون الضغط، وبتخرج وبتساعد جدا ان هو يخس كحركات وكحرق وكرياضه، وفي نفس الوقت بيقضي وقت حلو. كده اقول للست، اقول لها انت النهارده مشغوله ببيتك وبولادك، انا عايزاكي تفرغي لنفسك ساعه كل اسبوع، انا مش عايزاك تروحي يوم ويوم، ان شاء الله في الاسبوع ساعه واحده ليكي انت، اخرجي افصلي عن حياتك وعن كل ده، وافصلي عن كل ده واطلعي روحي العبي جيم، العبي رياضه، اخرجي اتمشي، ارقصي زومبا، اعملي اي حاجه تخليكي تفصلي عن الضغوط النفسيه والساقيه اللي احنا كلنا بندور ونلف فيها. فكل واحد يشوف نفسه ويخرج نفسه بنفسه من الاكتئاب ده، ولو ما قدرتش استشير طبيب نفسي، وما قدرتش تاخد دايت من نفسك وبرجع دايما وباكل وبفشل، استشير، خليك متابع مع دكتور تغذيه، يمكن هو الحل، عنده الحل، يمكن يقدر يكتب لك دايت حلو تستمر عليه فتره اطول. لو انت بتحبط بسرعه او بزهق بسرعه او برجع بسرعه باكل، لا انت لو متابع مع دكتور هيبقى اكيد عنده الحل ان شاء الله. طيب شخص بقى وزنه عادي، يعني انا شخص وزن عادي، ايه الطرق الغذاء السليمه اللي انا اتبعها؟ يعني حد عادي، احنا النهارده مش زايد في الوزن ولا مكتئب ولا حد عايز عادي اثبت ومكتئب على وزني. لا لا من غير اكتئاب، نبعد عن الاكتئاب. احنا عايزين، انا شخص عادي وزني عادي وعايز بس اتبع نظام غذائي سليم امشي عليه. انا دايما بقول ان انا لذيذ ولا ايه، كل حلقاتي بقول في حاجه اسمها هرم غذائي. هرم غذائي مكونات الاكل، النشويات، البروتينات بانواعها، ان عند بروتين حيواني وبروتين نباتي، الفاكهه والخضار تمام بانواعها، طبعا عندي الفواكه والخضروات، وعندي الدهنيات او المسكرات. الهرم الغذائي بيبقى تحت دايما القاعده الاعرض فيه النشويات، بعد كده بنتكلم على البروتينات، الفاكهه والخضار، بتكلم في الاخر عن الدهنيات والمسكرات. انا لازم اكل، يعني بعتمد على الطاقه في اكلي على النشويات، اللي هو الخبز الكامل، العيش النخاله، العيش الاسمر البلدي الجميل بتاعنا اللي كلنا سيبناه وبقينا ناكل الكايزر والفينو، سيبنا العيش البلدي خالص، ده مهم جدا ان انا اكله فبحافظ على وزني. تمام. انواع الجبن الخفيفه، ببعد عن الجبن الدهنيه الثقيله زي الرومي والنستو والشيدر والحاجات دي، خلينا في الجبن البيضه العاديه جدا. ببقى حريص في وجبه الفطار ان انا ادخل حاجه زي طماطم، زي خيار، زي خس، زي جرجير، الحاجات الورقيه. إيه لو بيض بعمله مسلوق، انا بفضل الاكل المسلوق، ما باكلش مقالي مرتين ثلاثه، يعني مش يوميا باكل حاجات مقليه، مش يوميا باكل حاجات مسكره، الحلاوه والشوكولاتات والنوتيلات والحاجات دي كلها بحاول اخفف منها على قد ما بقدر. وباجي في الغدا ببقى حريص على طبق السلطه، لان معظمنا ما بياكلش سلطه كل يوم، عاده اكل السلطه في مصر مرتبط باكل السمك، لكن مع اي اكل تاني مش بناكل سلطه، فيا ريت السلطه تبقى كل يوم مع اي بروتين باكله، لحمه او فراخ او سمك او اي نوع بروتين حيواني او نباتي. وانا بعمله بحاول ان انا اقلل الدهون فيه والحاجات المسبكه القوي والتقليه، وكل اكلنا في مصر لازم نسبك الاول وبعدين نحط تقليه، لازم كل الاكل عندنا في مصر كده. لا الحاجات السوتيهات والخفيفه انا لو واظبت عليها كل يوم وزني هيفضل ثابت. مش هحرمك من الاكل الحلو، الحاجات المقالي والبنيهات والبفتيكات، بس اللي مش كل يوم، مش كل يوم، مش الصبح مثلا لاني فطرت مثلا طعميه واتقيتني في الغدا عملت بانيه مثلا مع سباكيتي، وفي العشاء عملت سندوتش جبنه رومي كده سريع. لو اخدت بالك هتلاقيك اكلت ثلاث حاجات، يعني ثلاث وجبات تقيله وانت مش اخد بالك خالص. يبقى بركز في وجباتي، ما دام انا عايز احافظ على وزني بركز في وجباتي، والحاجات المقليه بخفف منها على قد ما اقدر. وبعد المغرب ما اكلش، خلي اخر وجبه ليك زي رمضان كده، اخر وجبه لينا هو اذان المغرب، ناكل نتغدى. لكن ما ينفعش اجي بقى بالليل على الساعه 9 و10 و11 اصلا نظام شغلي كده، وبرجع يا دكتوره متاخر، فبضطر اكل بقى، اكل رز وخضار وشوربه ولحمه الساعه 11 و12 بالليل. اللي وزنه عادي لازم يثبت على وزنه، لازم على وزنه وجبه الدينر. حتى السنه نفسها كان اخر وجبه النبي عليه الصلاه والسلام بياكلها كانت دايما تبقى اخر وجبه اللي هي المغرب الساعه 6 مثلا، دي اخر اكله انا باكلها. حاجة بقى بالليل 9 10 11 12 الحاجات بقى الخفيفه، في فاكهه اكل، في زبادي اشرب، رايب اشرب، مشروبات سخنه، الحاجات الخفيفه. طب والدايت يا دكتور؟ الدايت
ما هو ده الدايت، ما هو ده الدايت. يعني نفس يعني وزنه عادي هو النفس الغذاء السليم اللي انا اقدر اكله ده؟ اه تاكل كل حاجه زي ما انا قلت. احنا بنتكلم في ان انا عايز وزني عادي عايز اثبت. لا اللي عايز يعمل دايت، لا اللي عايز يعمل دايت بقى بقلل له حاجات كتير. يعني انا مثلا لو فوق المية بقلل بقى، بقلل النشويات اكتر كمان، بقلل كميات الاكل كمان، مش بقول له كل مقالي مرتين ثلاثه في الاسبوع، مش بقول له لا انا بقلل جدا كمان. وحسب التارجت، ما في واحد جاي يخس 5 كيلو وفي واحد جاي يخس 50، كل واحد غير التاني. انت سالتني سؤال، انا وزني مظبوط وعايز ما تخنش، فبقول لك ابعد عن الحاجات المقليه كتير، الحاجات المسكره كتير، في الاسبوع مرتين ثلاثه ما تكترش في الحاجات اللي هي الممنوعات، وما تتعشاش. انت كده ضمنت انك تفضل طول عمرك محافظ على وزنك. اتحرك، مش كل حاجه عربيه من الباب للباب، الاسانسير، قاعد قدام التلفزيون بحرك بالريموت خلاص انا ناقص بالعربيه ان انا من باب بيتي لباب شغلي قاعد على المكتب ما بتحركش. انت لو رفعت مستوى الحرق، اشتركت في جيم زي ما انا لسه بقول مره او مرتين في الاسبوع، بروح العب رياضه، بمشي بجري، انت كده ضمنت انك تفضل على طول وزنك مثالي ومظبوط. دي نصايح عامه مثلا نقدر تمام. ومريض الاكتئاب الاثنين مع بعض عشان ما اخرجش عن موضوع الحلقه. مريض الاكتئاب يعني هو الموضوع شيق جدا، لان الاكتئاب متعلق بالسمنه والسمنه متعلقه بالاكتئاب، الاثنين بيجيبوا بعض. وحضرتك زي ما قلت دايره كبيره يعني الاثنين بيجيبوا بعض. يعني انا اتبع نظام غذائي سليم عشان خاطر ان انا اتجنب الاكتئاب، وان انا اقدر اتجنب السمنه، وان انا اتجرب يعني زياده الوزن. اه يعني انا اهم حاجه النهارده في الحلقه عايزه اركز على حاجه، لازم يكون استشير طبيب نفسي. مش عيب ابدا ان انا ما احس ان انا تعبان نفسيا ان انا اروح للمختص واقول له ساعدني. انا عايز من حضرتك نصايح برضو. اه ادويه الاكتئاب لا هي بتبقى حاجه ادمان ولا انا بدمنها ولا انا باخدها ما بعطلها، فيش الكلام ده خالص. لازم اتابع مع دكتور. كورس انت اه دكتور بيكتب لك كورس 3 شهور 6 شهور وبعدها بتبطل عادي وبترجع طبيعي. في ناس اخذ فكره ان ادويه النفسيه دي بعيش عليها بقى العمر كله، ولما ببطلها ببقى مدمن زي الدراجز او زي المخدرات. مفيش حاجه من دي خالص، مفيش حاجه من دي خالص. لا انا باخد حاجات بسيطه بتظبط لي نفسيتي، بتظبط لي المود، بتخليني اريح ومرتاح واهدى، ببدا اكمل حياتي بطريقه احسن وما احطش خمي في الاكل. تمام. دكتوره مي انا سعيد جدا باللقاء ده، يعني ان شاء الله باذن الله يكون لينا لقاءات اخرى نتكلم فيها في الموضوع يعني بشكل اوسع، موضوعات اخرى كبيره ان شاء الله نتكلم بإذن فيها باذن الله. ده شيء بيشرفني الصحه والجمال، من المحطات اللي بحب اجيها على طول باذن الله. ربنا يخليك يا دكتوره، ده شرف لينا كبير يعني. دكتوره مي الدياسطي اخصائي امراض المفاصل والتغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك. اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، عرفنا ازاي ان احنا نتبع طرق غذاء سليمه في الاكتئاب، او ازاي ان احنا نعمل الدايت، او ازاي ان احنا نتجنب الاكتئاب عامه. في كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم ودمتم في رعايه الله. والجمال من غير دول ليكا، مش محتاج ليكا بانتيكا، زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا.